الدعامه بتتركب امتى؟ يعني دايما تلاقي واحد جاي يقول لك انا عايز اعمل دعامه عشان اطول القضيب، او عاوز اعمل دعامه عشان امبارح يعني حاسس العلاقه الزوجيه مش كويس. طبعا كل ده كلام يعني ملوش اساس من الصح. لما المريض يجي عايز يركب دعامه، احنا ما بنركبش دعامه غير في حاله واحده فقط، اللي هي فشل جميع العلاجات. يعني المريض ما بيستجيبش لاي علاج دلوقتي، ولا فياجرا ولا سيالس ولا حقن موضعيه ولا كريمات ولا البوز ذاكري ولا وسائل مساعده ولا اي حاجه. فخلاص ما تمشيش في الدعامه، الدعامه هي السلمه الاخيره في سلم العلاج. ما ينفعش اوصل لها لما اعدي كل الدرجات الاخرى، اطلع لاخر السلم. طيب عشان اركب للمريض دعامه، المريض اللي جاي يركب دعامه ده خلاص يعني جاي في نهايه يعني نهايه الماساه. بقى له سنوات بيتعالج ويوم يحصل انتصاب و10 لا، وممكن يكون حصل فيه طلاق مع الزوجه او انفصال او العلاقه سيئه، حالته النفسيه متدمره، عايز يتجوز واحده جديده مثلا وخايف من تكرار الماساه. يعني فصول كثيره من المعاناه. عايزين ان المعاناه دي يبقى انها بشكل صح، لابد انك تحط نهايه مضيئه لفتره مظلمه، ما تكملهاش بانها تبقى اكثر اظلاما. يعني ايه؟ يعني عشان اركب دعامه المريض، المريض محتاج مني حاجتين. اولا ان انا اعمل له عمليه ناجحه، ثانيا ان انا اديله نتيجه افضل ما يمكن. يعني ما العمليه ممكن تديك نتيجه 70% و80%، لا انا عايز اديله افضل ما يمكن، وهنقول دي ازاي ودي ازاي. طبعا تركيب الدعامه يعني جزء من نجاحه 50% بيعتمد على الطبيب و50% بيعتمد على المريض، وقلنا الحكايه دي كتير جدا، ولا انا مل منها، لان كل واحد لازم يعرف ان هو جزء من النجاح. مسؤوليه الطبيب تحضير المريض للعمليه والاجراءات داخل غرفه العمليه. مسؤولية المريض اتباع تعليمات الطبيب في أول 4 أسابيع بس. الطبيب عشان يعمل عملية لازم يكون المريض جاهز، لو في سكر نعمل سكر تراكمي ونتأكد إن هو في حدود 7 أو أقل، أعلى من كده العملية هتفشل. لو في مشكلة في القلب بناخد تقرير من طبيب القلب إن هو هيعمل عملية ولا مانع، دكاترة القلب ما بيعترضوش لأن العملية بنج نصفي ومدتها زمنية قصيرة. في مشكلة في المسالك في البروستاتا بنعالج المشكلة. خش المريض بنعمل العملية، اتحاز الاحتياطات اللي لازم داخل غرفه العمليات، الكلام ده كله مسؤوليه الطبيب. خرج المريض دعامه تركيبه الدنيا كويسه، بنتبع اللي هو الغيارات والعلاج الدوائي مضاد حيوي ومضاد التهاب وكلام من ده. الغيارات بتبقى مكشوفه ما بنغطيش الجرح. ممنوع الممارسه الجنسيه لمده 4 أسابيع. ليه؟ لان الجسم بيعمل حوالين الدعامه كبسوله من الايام زي جراب كده بيحميها، زي الموبايل بيحمي، زي ما بنعمل جراب للموبايل عشان يحميه. فطبعا الكبسوله دي عبال ما تتكون بتاخد من 3 لـ4 أسابيع. لو حصل لقاء جنسي في الفتره الاولى دي بتتمزق، ممكن تعمل نزيف داخلي، تعمل التهاب، تلوث على الدعامه، ممكن يؤدي الى فشل العمليه. فببساطه المريض ما بيمارسش لمده 4 أسابيع.